قناة التاسعة اليوم السبت 19 نوفمبر. شكرا لكم على حسن المتابعة، شكرا على التفاعلات الكبيرة، فرحان برشا انه الحصة هذه لاقية برشا متابعة واصداء ايجابية من عندكم. شكرا كالعادة نحب نقول اللي استثنائيا طيلة المونديال، تعرفوا اللي قناة التاسعة عاملة برمجة سبيسيال متميزة، العشرة متاع الليل عادل بوهلال باش يكون حاضر يوميا، دونك بعد شوية باش نشوفوه في حصة مباشرة المونديال، مناسبة المونديال، دونك من 8 للعشرة متاع الليل ميني لاباس، لاباس باش تكون بطبيعة برشا ضيوف برشا حكايات، ولكن في وقت استثنائي طيلة المونديال. مريم مرحبا. شنحوالك؟ تمام انت ماطري، شنحوالك؟ مرحبا بيك. لاباس مطران؟ ربي يكرمك. هو طيلة نعطيكم كلمة كلمة طيلة المونديال، وإن شاء الله يا ربي نهار ثلاثة نبدأ بداية قوية. نحب تصفيقة كبيرة وتشجيع كبيرة لتونس. غدوة افتتاح المونديال اكيد قطر ستبهر الجميع، مع محاضرين افتتاح وحفلات ودنيا وتنظيم وحاجه فوق من الخيال، كعرب به حاجه تفرحنا. اما تونس شنو حماسك؟ متحمسه؟ اسمع، فماش تونسي مش متحمس. لا معناتها شنو حاسه الماتش؟ حاسه مربوحه بيان سور، يعني انا تونس كل ما ينقدوها برشا تخدرنا وتعمل ماتش طياره، هذا اللي هز لي مورال. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله. احنا ديما منتخب هز لنا ريوسنا، ان شاء الله بقدر ربي. احنا نستناو توا اون سو مومون في فرحه كبيره 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 برشا باش تهز لنا قلوبنا، دونك انا عندي ثقه في المنتخب تونس. ان شاء الله يا ربي. مطران اكيد ما يفرحنا كالمنتخب وما يغضبنا كالمنتخب، نتمناو انه يفرحنا لانه نحتاجوا الى فرحه كبيره. ان شاء الله بالتوفيق للاعبين الكل، العبوا بروح وبقليب وحطوا الشعب في قلوبكم، ان شاء الله نترشحوا للدور الثاني، وهام جدا تحطوا تونس فوق كل اعتبار. تونس 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 ان شاء الله مربوحه. كالعاده اليوم برشا ضيوف وبرشا جو وبرشا حكايات. مريم ابهرتني. عرفت شنو عرفت؟ سكت سكت سكت. ابهرتني ما احلاك. اش خايف في الانيقه؟ والله برافو. انيقه اسمعني من الاخر من الاخر والله العزيز. جيت لابسه حاجه، دخلت الكوستيم نلقى برشا كساوي، عملت هكا قلت علاش ما ناخذوش كيما ما ترى. فوالا مطران تبارك الله عليك. بارك الله فيك والله. نحب تصفيقه مازارو ميلانو، احسن حاجه تنجم تلبسها. شوفوا معنا ساعه. Heaven knows heartbreak knows no bounds knows no name. If it takes a lifetime I will find my true love again. مازارو ميلانو عودتكم بالتخفيضات وبالمفاجآت كالعادة. مازارو ميلانو أحسن كاليتي ولكن برشا جو ومفاجآت بمناسبة الكوب دي موند. مازارو ميلانو باش تحفلها معاكم برشا دلال، ركزوا معانا باش تدلوا برشا. تمشي تاخو دوز ارتيكل، الثالث بلاش. دوز ارتيكل الثالث بلاش من عند مازارو ميلانو. مش هذا برك، زادا فما الجران جو والمفاجآت الكبرى يستناو فيكم في مازارو ميلانو. تابعونا بعد لحظات. العشرة ملايين الأولى تربحت ومازالت عشرة ملايين أخرى تنجم تكون من نصيبك أنت، والطريقة سهلة برشا. تبعت سي على 85 840
سهلة برشا. سي على 85 840، جاوب على قد ما تنجم من الأسئلة باش تقوي حظوظك وتنجم تربح العشرة ملايين كاش. مرحبا مرحبا سي لاباس، والله كان مش محبتكم كان مش معزتي ليكم ما نجيب لكمش زوز هذم. مش بيكون تحكي كما لامين نادي. يلا فرحان برشا باش نمبر 1 ريال مدريد لان بي حتى تونسي ما وصل اللي وصل له هو في الباسكيت. سعيد جدا والكلنا سعداء باستقبال صالح المجري. نورتنا صديقي وشكرا انك جيت، نعرف التزاماتك وسفرياتك وغيره، نورتنا. عم انت منور تونس ونورتنا كي جيت تحضرنا. شنو احوالك؟ عايشك الحمد لله، ميرسي بوكو، صافي بليزير والله. مرحبا، عايشك باش نحكيو على برشا حاجات عملهم في كاريرو، وفرحانين برشا بصالح المجري نمبر 1 زاده في كل شيء بخلاف الموهبه في كل شيء. احمد لندلسي ميرسي. ما عجبتكش نمبر 1؟ انا ما نحبش نوامر، ما نجمش يكون نمبر 1 كان مش كون. حسيتني مبالغ كي قلت عليك نمبر 1؟ لا 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 مش تبالغ، اما انا ما نحبش نوامر وكان مش كون انا اللي مفرق نوامر بدل معناها انت تجي نعطيك نمبر 2 هذاك نعطي نمبر 6 هذاك نعطي به به. راه كلمه كلمه واحنا سخان توا ليكيب ناسيونال فوت نهار 3 باش تلعب، شنو تقول لزملائك معناتها وشنو تتوقع الماتش نهار 3 ان شاء الله؟ ان شاء الله اولاد ربي معاهم، ان شاء الله نلعبوا على الفالور نتاعنا خاطر الحقيقه راهو انا لعبت بريسك ليفو الكل. نعرف اش معناتها استراليا، نعرف اش معناتها الدنمارك، ما نحكيوش على فرنسا ولا دونك نلعبوا على الفري فالور نتاعنا ونحاولوا باش نعملوا احسن ريزلتا ممكن. وكهو احمد اش تقول تونس؟ نتمنى ان المنتخب التونسي يتعدى للجوزيام تور، وانا مع صالح في كلمه مهمه برشا برشا، نحن معنا ما نخسروا، نلعبوا الكره الكره والكره 11 كونتر 11 جوستومو. احنا حتى عليها. ما نمشيوش جوزيام تور يا خويا، نكوروا مليح. العب كره الكره صحيح، العب كره، العب الكره واخسر، العب الكره واخسر فوالا. وهاني قلت لك راي الكره ما فيهاش علم صحيح، تعرفش عليها. ان شاء الله ان شاء الله مربوح. نعاود نذكر التسعه قاعده تواكب. صالح المجري، صالح المجري نبداو نحكيو معاه، بدا في الاتوال من بعد كورت في برشا فرق، انت محطم ارقام قياسيه وعملت حاجات وهذا فخر لينا. لعبت بلجيكا اسبانيا 2013 ريال مدريد، هز معناتها هز يظل ستة تيتروات مع ريال مدريد، من بعد مشى لعب في الام بي اي يظل من 2015 ل 2019 في دالاس. نيفو انه عربي يخلط تونسي، عربي يخلط المستوى ذاك، العربي الوحيد اللي لعب في ريال مدريد، العربي الوحيد اللي هز بطوله اوروبا، احسن لاعب في بطوله امم افريقيا 2011. دونك كارير كبيره، فخورين فخورين برشا بها. حاليا انت في لبنان. كويت. في الكويت سي فري، لعبت عمناول، لعبت الزوز، لعبت الكويت وكملت بلاي اوف مع في كيبا في لبنان، هزت معها شامبيون. هذيك مشي دعم. عرفت تشجيع. تشجيع شهر في البلاي اوف هكا هو يعني ما احلاها هذيك ما احلاها. لبنان في الباسكيت راهو سي اونيفورا. اي 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 لبنان مغرومين باسكيت اكثر من الفوت. لبنان راهو بدات تقرب للاوروب حتى في الخلاصات وكل شيء. يرجعوا بعد الكورونا، هما بعد الكورونا ما مشيتش. اما تو بو شهر كهو مشيت. مش مشكل. معناتها ما عندناش احمد جوار باسكيت في تونس يخلص بالارقام نتاعو، مي سيد موهبه من عند ربي وتعب برشا باش خلطت لها. معناتها راهو لعبت في لو نيفو مع مدريد، معناتها تنجم تفطر يبدا كريستيانو مقابلك. ها فرد ريستورون تفطروا يبدا قادم جنبي يعني زاد. كي نحكيو على دالاس ونحكيو على الام بي اي ما عادش نحكيو على حتى جمعيه اخرى، لا ريال مدريد ولا بلجيكا ولا غيره. استنى عاد يبدا يفطر بجنبه كريستيانو مهمه زاد شويه. مش مشكل. ولا ديجا شهريه في دالاس نجم يقابل كريستيانو في ريستورون يتعشى معاه. لازم يشتري انا بحذايا هو ولا هكا ولا هكا ولا صح. الكل يوم احمد سافر مع كريستيانو في الطياره ودنيا واعد. امبيونس وجو اخر معناتها
من مليون في العام. أيوة. شهرية. أيوة. مليون في العام 80,000. إيه 80,000؟ 150,000. وبعد العاب التعامل لحظة في استنى استنى في الشهر ولا في لحظة في الشهر؟ في الشهر. كي 80,000 في الشهر؟ شو 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 نوفل لحظة خلينا نفهموا حاجة. من 80,000 في الشهر دونك مليون في العام؟ لا 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 ها شوف أنا لعبت ثلاث سنين نكرة. جاء إنسان طويل في الباك سبور إجا ألعب سينرمال. يعني أنا ديجا كي ناخذ في شهرية 80 ولا 150 ديجا عاملين علي مزية برشا ديجا عاملوني بيك دي. أيوة. نقرا انه اومام طون ساعتها وكل شيء قال حد اللي هي خايبه راهو. لا 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 مش احنا انت تحكي على الديفيرنس مي نعرف انا العباد كيفاش في تونس ونعرف البريجي جي كيفاش تفهمها بالغلط صحيح. شنو اش معناتها تو غدوه جوني جماعه الاطوال اش معناتها تعطيني 150,000 شويه عليك؟ ما لا مش نحكي في الموضوع شويه ولا برشا مي وصلت ناخو يعني في المونتون هذاك راهو انا حتى شيء في الباسكت باش نبداو متفاهمين. يعني انت جبت انسانه طويله صور ينجح صور ليه برشا راهو عباد في طويل دخلوا يعني في طوليان واطول مني وما نجحوش في الباسكت. مشينا ومن بعد ديك صححت كونترا وليت يعني كونترا بروفيسيونيل كل شيء مع الاطوال وليت ناخذ في مليون. اما من بعد ديك الكونترا هذاك صحت ثلاث سنين نلعب بها عام واحد وبعد ديك خرجت مشيت لبلجيكي جوستومون. وقتها دخلت الباسكت انت قول ما يعرفني حد وكذا هل انت كان عندك حلم كنت تخيل انك باش تنتقل؟ رانا ما نقصدوش خايبه انا بالعكس جوريت الباسكيت والهوند في تونس ماذا بيه ولا يخلصوا اكثر ماذا بيني يتعمل شويه كيليبر بين الباسكيت والهوند والفوت شوي تحسنت شويه ما ديما كي تقارن جور خايب في الفوت كي تمد له 5 ملايين يبدا منرفز. ما نحبش نذكر ارقام اما ملي كان يخلص 150 في الشهر الى ياسر خرجناه نتاع ارقام وفلوس الجمله ما خليهاش تكمل. لا باش نقول لك حاجه ما خليهاش تكمل مش مشكل يا اخي سامحني خلينا نقول لك حاجه شو انا يتفرجوا فينا ناس جواريت باسكيت ناس توينسا فخر انت يقول استنى صالح لحظه فينا عباد زاده يقول لك شبيه هذا خرج يحكي على فلوس شبيك هذا انا من اغنى اغنياء تونس توب 5 ما ان شاء الله علاش ليه ما انا نحكي على الفلوس ساعه مش انت فخر انت توا بو يتفرج مع ولده ويشوف السكسي نتاعك انت في القرايه وفي الباسكيت انت تولي مثال. علاش احنا في تونس نحشموا كي جينا كي نعملوا سكسي نبداو حاشمين به؟ هو مش حاجه وتبارك الله عليه هو مش حاجه بس راهو في الانبياء يعمل في كور حتى على الميديا وكيفاش يحكي وش يقولوا كذا شديتوا على الفلوس ملي دخلت راهو عامل معاها 4 دراج فلوس 80 150 مليون مانيش ليه باش نفسر لك مانيش شاد فما جمله مكتوبه نحب نقولها كل ما نقولها يقص عليا ماشي وين نتاع سبوت جملة من 150 دينار في الشهر الأكثر منها. شوف راه باش نبسطوا للناس اللي ما تعرفش الباسكيت فما عائلات ما يفهموش في الباسكيت راهو الـ NBA معناها راهو سي سايي انتهى ما عملش 6 شهور وثلاثة شهور في الـ NBA الراجل اللي عمل 3 سنين 4 سنين كلش سايي. انا حكيت على الفلوس ولكن يلزم نحكي راهو السيد ما يحبش يحكي راهو يعاون الصغار يتبرع سبيطار يعمل في برشا حاجات وما يحبش يقولهم وحتى واحنا نحضروا في الحوار ما يذكرش وما يحكيش عليهم. احنا نسأله قلبه كبير برشا في جندوبه يعاون يبني يعمل يعاون صغاري اطرهم يعاونهم في يكملوا القرايه. لا هذا مهم جمله كانت كامله شتت نوفل كان تسأله. لا انا معاك انك تسال مسج حتى كي يسالك على الفلوس هام جدا لانه فما ناس متاثره بيك وتحب تسير على خطاك انت كي تقول لهم باش توريهم الطريق اللي يصوروا الفلوس خاطر في تونس ولاو ما يحكيو كان على الفلوس مع الاسف الناس كل تحكي على الفلوس وانا عندي سؤال على الفلوس تفضل وتفرجت البارح على حوار ممتاز مع سي نوفل كيفاش انت بوك كان يعطيك 500 مليم اوف وبعدين وليت تصرف في 600 دينار في النهار والبلوزون تاعك ب 30 مليون ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يزيدك. انا والله حاب نسال سؤال برك خاطر مره هذا سالوه شو اسمه جاك شيراك مره في عشاء صرف 600 دينار صارت له مشكله بعدين 600 دينار تونسا نتاع فرنسا نتاع عشاء دينار تونسا دينار فرنسا يا قضيه بعدين قالوا له تلقاه خلص بالكارت على لا لا قالوا له هذوما 600 دينار عشا واحد ب 600 دينار قالوا له 600 دينار ورينا فاش صرفتهم
انا نحب نعرف مش سؤال نتاع جاك شيرا 600 دينار الواحد كيفاش فين كيفاش تصرف معقول على الاخر شوف انت قلت لي 600 دينار ما نصرفش كل يوم 600 دينار مستحيل فما حتى حد ينجم يصرف 600 دينار كل يوم اما نجم نخرج نتعشى 600 شنو 600 دينار هما 200 يورو سامحني اربع من الناس في رستوران مش 600 معناتها أكثر, اكثر 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 ساسي سير استرفت اربع من الناس في رستوران مليون ما غير ما تشرب بوكيل الماء بار فوا خلصنا حتى 3000 دولار في عشاء وقمنا عادي يعني اما شنو كيما خلصوا عليك زاد ساعات باش نقعد مع شو اسمه مارك كيوبن من اغنى اغنياء امريكا اللي هو رئيس دالاس يخلصوا فور اكزامبل غدوه خلص بعد مش يخلص دارك نوفيسكي بعد مش يخلص عشاء مع مارك كيوبن واحد نطلع عليه هكا اي بيان سير يعني جمع رئيسنا شوف انا ما يحبك انت على الاخر ندافع عليك في برشا 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 هو اللي خذاني لامبي وهو يقوم على البنك يبدا قاعد بجنبنا يعيط على الانترنت يقول دخل صالح يعني حاجه ما صارتش برشا هيك معناتها الانديسيبلين عندكم ساعات هاي فهم فهم عملت فهم ساعات انت كسرت شويه الانديسيبلين خرجت تسهر كذا فازيتي في قبيل ديما نسهروا اي بربي خلينا نحكي في الموضوع هذا أيه. راهو الجوار انسان نخرج ونسهر مع مارك كيوبن يخرج مارك كيوبن هو اللي يخلص لنا الطاوله اما شنو بالحق انسان الجوار شنو هو يا اخي انا راهو 8 شهور احنا 8 شهور في الام بي اي تلعب 82 ماتش تلعب كل يوم وتسافر كل يوم اهبط اطلع تعدي في الطياره اكثر من اللي تعديه في القاعه نخرجوا نسهروا مي نخرجوا نسهروا في الوقت المناسب شيشه ما شيشه ما كذا جوارات ريال مدريد فوت الكل يشيشوا شوفها مانيش قاعدين مانيش قاعدين راهو نعطوا في 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 اكزامبل خايب مي راهو اثناه الاكزامبل خايب انا كل يوم قاعد في القهوه هذاك الاكزامبل خايب اما انا وفات سيزون عندي شهر راحه اوكي باش نرقد بكدا باش كذا باش ما ننساش روحي تم ذاك اوتوماتيكمون في مخك يبدا مي راهو انا باش نخرج نسهر وباش نشرب باش نحكيو اكزامبل لوكا دونسيتش لوكا دونسيتش اقوى جوار في العالم تو يلعب في الانبي يلعب في دالاس لعبت معاه في ريال مدريد لعبنا مع بعضنا في دالاس زيد يعيش نورمال خرجت سهرت مره مع كيفن ديرانت مع دي اندري جوردن هذوما يعني اسامي كبيره برشا راهو في في في, في الانبي يعيشوا نورمال يعملوا في حوايج نورمال يعملوا فيهم العباد نورمال باش يتفرهدوا في وقته مودريتش شي شي في وقته مودريتش والله مودريتش ما نكذبش عليك شو مودريتش وبيل ما شفتهمش الحقيقه لا شيش موجود عاد صار عاد شيش كل شيش وكل بنزيما بنزيما سهرت مع انت سهرت مع كريم بنزيما سهرت معهم الكل واحنا قبل المونديال يعمل شيشه كريم بنزيما حتى اللي كلم فيك هذاك يبربش فيك تو في الوحده هذاك سهر معاه كيفاش كي تخرج تسهر ويشدك الحاكم مثلا يا اخو يشوفك لا احكي لي احكي لي تيما نشوفوا فيهم في الافلام وتقفوا على جنب اسكو كيما الافلام كيما في الدنيا وكي يشدك الحاكم تقول له انا في الام بي كذا يسيبوكم كيف احنا في تونس أربع سنين في أمريكا أربع سنين أنا تو نزلت نعيش غادي يعني في أمريكا كل شيء الأربع سنين اللي عشت فيهم العام كله يعني مش كيف تو نبدأ نكور في بلاصة أخرى وقفوني الحاكم ثلاثة مرات ثلاثة في تونس في ربع ساعة وقفوك ثلاثة مرات مرة نزلت خذيت كرهبتي ملصق لها بلاك التلانية كهو خرجت هكاك من الدار قال لي لو لازم تعمل بلاك أخرى من قدام مشيت على روحي مرة ماشي من دلاس لهيوستن نجري في التوروت في الكياس اللي بجنبهم هما قال لك لازم تنقص 20 كي يبدا كرهبه الحاكم واقفه أي. في الفوالي اللي بجنبهم هما لازم تنقص يعني 20 من ما نعرف ايش نعطيني خطيه وما خلصتهاش بيان سور نحطها ليكيب ومره مروح في الليل مأخر 3 نتاع الصباح من هبطنا من الطياره روحنا من فواياج الستوب اللي دخلك التوروت هذاك ما شفتوش انا حرقته انا حرقت منه وقفني من خذا الورقه نتاعي اش تعمل لنا قلت له انا صالح مجري نلعب مع دالاس رجع لي ورقه سيربلاس قال لي انتم والفوتبول الامريكان اللي هما الكاوبويز عندنا تعليمات ما نوقفكمش الحكايه تفير باش نحكي بون احنا ماشيين للموضوع هذاك ما دام انت سالتني على حاجه هكا دونك ماشيين للموضوع هذاك نجاوبك انا مثال مش مدير ما دخلتوا له شوف نحكيو فيه طول الخميس 22 جويليا نهار خايب في حياه البطل صالح المجري يعمل مشكله مع الامن ويلقى روحه صالح المجري موقف في السجن احكي لنا انت تفاصيل اكسبيرينس حلوه اي ما حقك تعيش العز في امريكا جيت تونس نوريك العز عادي عادي لا باهي العز حتى في تونس باهي يعني ثاني في تونس كان في بلاصتي واحد اخر يمكن ما يرجعش لتونس
ما شوف صار ما لونتوندي يعني ما فيش حتى شيء الحكايه بالحق لا اعتديت لا ضربت لا سبيت ما فيهوش هذا موضوع باش نخرجوا منه بالحق قالوا له كيف انت ما وقفتش اي صحيح شوف تو خرجت ريم الرياح نهارين هذوما تفسر في روح حتى نقول لك صلاح المجد خرج خسر مانيش نفسر في روحي راه ماني ما عنديش علاش باش نفسر الروح لحتى حد انا جو سوي سير شنو عملت وشنو ما عملتش وقفني سيد ما عندوش حد شيء يثبت انه هو بوليسي في الظلمه في الخلال المخلي في جندوب تقف انت انا ما نقفش نخاف رغم اللي انا الحمراء هذيك يتوقف شيء ما عنده شيء الرون بوان اللي بعده وقفني مره وقفوني مره اخرى بالزي بالطورش بكذا في وسط البلاد ضو وقفت انا ما كي العباد الكل انا كاكا ويجوني كهرباء من قدام وكهرباء تسكر الواحد منه وكهرباء اللي وقفني من الاول ورايا يجي عايط علي بنا صفه تعيط علي تعيطش علي فوالا دونك هذاك هو الموضوع يعني ما فيهوش لا سب لا شتم لا ضرب لا شيء انا اصلا ما نضربش لا ضرب لا نضرب لا اخويا حمدي ما تضربش بالخوف يعني تفكر لك صحيت هذاك علاش ما نضربش انا كنت نضرب واحد نمشي مش بالحق اهبط من حسيت روحك تظلمت بيان سور تظلمت انا في بلادي حطني في الحبس تغيظك والله كان شديد الحبس بلا سخرة يمكن ما تغيظنيش اما في بلادي كمام يعني الحكايه فارغه كان جيت انا عملت حاجة يعني حاجه واو ضربت بالحق كما تو قاعدين العباد تحكي ولا حتى سبيتهم ما لا سبيت ولا ضربت تغيظك احمد لا ليجوند صالح المجري في الباسكيت في الرياضه اسطوره صالح المجري يقول لك وي معناتها في مدريد في امريكا في الغربه ويحترموني وكذا اتمنى خسارة يشد الحبس وخسارة والناس تبدأ تهبط وتكتب وتكتب في حكايات وصالح عمل وعمل وعمل نيكس كان يقول لقاو عنده كيلو واحد قالوا شفته قالوا حاضر واحد بعثوا لي كومنتير قال لهم أنا حاضر سير بلاس ريتو يضرب فيها شوف البير والخايف في كل بلاسة اي اي امام البير والخايف في كل بلاسة معنى أكيد باش تلقى فما عوين أمن للأسف معنى كيفاش عملوك سي سالح لا 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 باش تبدون فاهمين معاملة إكسيلونت من نهار الاول دخلت للجيور قعدت 3 ايام في جيور في تو في جندوبه معامله اكسيلونت وبارك الله فيهم وجه لهم التحيه الكل كيف كيف الحبس الليله اللي عديتها اكثر من اكسيلونت ما نتصورش يعني نعطيك اكثر انت قول لي كيفاش تعامل باحترام وكي جاي خارج منرفز خاطر ربى الكبد على برشا عبيد وعمل برشا اصحاب ولا بحق تعرف اللي انت حبيت نعدي نهايرات اخرين هذيك برشا ضحك قلت الجيور الجيور اللي صايب سي بحق بعد ما خرجني حاب تكلم اللي نتاع جيول قالوا نجي نطل عليهم يعمل طيب يسال عليهم يعمل حبيت بالحق قلت نجي نعمل ايفينمون بوركوا با بالحق يعني في الحبس مش الشيخ والاولاد وكذا شفت كيفاش لحظه هو قال جمله قال المفروض واحد ما عادش يرجع معناتها المفروض يخرج ناقم وحسيت بالظلم وكذا شوف كيفاش قال قضية ما نحبش نحكي عليها برشا حسيت بالظلم أما راي ظروف اللي قام إكسيلونت ورجع يطل تو أنا نحكي لك في حاجات عملهم رجع يطل ونعملوا فين مونيت برافو على ما أول بلاصة وقفت فيها المركز اللي توقفت فيه وأنا مروح لدارنا بالحبس مروح لدارنا قلت له وقفني بربي عند المركز دخل باش نسلم على الأولاد اللي عقلية الرياضي والله عقلية الرياضي أحلى يلا هذه هي العقلية نتاع سبورتيف يلا مريم ومطرح نرجعوا بيه شوية على الفلوس ويفك علينا أمورك مريم أنا خاطيني إيه لا عادي باش نرجع خاطر باش نعقب على مطرح قبيلة غزال قال أعشاب 600,000 شنو هي أعشاب 600,000 مطرح عندكم أنتم شنو هي مطرح 600,000 شنو هي أعشاب 600,000 شنو هي أعشاب 600,000 شنو هي يحلوا برشا مشاكل اسمعني دخلت على السيت مريم هذا صراع حاضرة إيش علينا كل واحد يا سلام دخلت على السيت باش نشوف قيمتك أنت قيمتك ساعة كبيرة برشا يعيشك ربي تبارك الله احنا فخورين بيك أنا حبيت نشوف قداش انت تسوى لدالاس وقداش لنفلان دخلت نلقى ان شيفر معناتها كي فو 4,969.307 غلط في 4 سنين يا مكران في دالاس بون نعرفك ما تفهمش برشا بالدولار ما نعرفوش نقراو ما نعرفوش نصرفو ما نعرفوش نقراو دايوغ ماذا بيا الولاد كان تعملوا لي كابتشور ديكرون يعيشكم على المونتون كو جو فيان دو دير خلي اون دينار خلي العباد تفهم ميرسي بوكو حتى بالدينار ما فهمتوش حتى انا ما فهمتوش بالدينار 60 مليون 6 شكون؟ 16 مليون شخص بون نسيت حاجه انت راه ارجع لي نجم ترجعونا للباج الاخرى ما ناخذوهمش راه هذوكم راه هذوكم ما ناخذوهمش راه ثم تاكس يعني تو بيس 50% تاكس اي سي ديجا با مال اسمع نحي لي تاكس تحب عليهم كل ما طلعتهمش نحكيو على قيمتك راه ما يهمنيش فيك شو صرفت قيمتك ما مش قيمتي هذه في المرشي اكثر من هكا قيمتك
ليه هو اقل انت تحكي على الانبياء رابش كيف الانبياء اغزي لي حاجه انا هوني اسمعني مانيش ندخل في برشا في الديتاي نتاع الفلوس انا عندي نفس زوز اسئله تفضل حبنا في الفلوس هذوما الكل ساعه زوز اسئله نحب نطرح سؤال ماتران وسؤال لصالح نحب نسال سي ماتران كان جاو عندك الفلوس هذوما كل شنو تعمل بهم ونحب نسال صالح زاده كان جاو عندي شنو نعمل بهم حتى انا وعلاش انت قلت عند احمد خليني من حموده هذاك حموده من بعد اما مثلا بالحق كان يجيوك الفلوس هذوما كل شنو يتم بهم والله انا ما عرفتش نقراهم الساعه قداش اما يا مريم كان يجوني هذوما الكل تهز علي التليفون كي نصبك لا نهز انا نحب نبني دار انا ما نهز عليك انا ما نهز على حد سي صالح انا نحب نبني دار للمسنين خاطر المسنين نتاعنا قاعدين يعانيوا وانا شفتهم تونس كل وزرتهم وتونس كل تعاني ونعمل مستشفى للاطفال اللي عندهم الامراض السرطانيه خاطر انا مره اول مره في حياتي ناخذ قرض والقرض خديته 30 مليون وقت لصبوا لي في البنكه نلقاهم نقصوا مليون و83 حاجه كده قلت علاش نقصتوا قال النظر في الملف قلت له بطلت رجع لي نتاعي قال لي سيت روتار تورطت اما كان جليدي انا ما ناخوش وما مسيتهمش 30 مليون معناها مشاو من الغادي الغادي ما عملنا بهم حد شيء ان شاء الله ربي يزيدكم في الفلوس اي بيان سور صالح الرقم هذاك يا ولدي صالح مره توحش امه ما لقاش طيارات عمل هكا كري جيت بريفي السيد صحيح ولا انا غالطه توا يقول صحيح وغالطه لا صحيح والجيت نتاعك تكلف 13000 يورو بمقابل 40 مليون تونسي سي بيان باش يطلع على امه يعطيه صحه لو بيغ سي كوا سي كي يوصل لامه عطاتك بكشلك الزرقاء كي سمعت سوم الطيارة. يلا مطران. بطبيعة الحال أنا باش نلبس المرايات خاطر الأسئلة هذه تلبس لا اللي كنت المرايات اللي كنت المرايات اللي كنت وهذوما صرفت عليهم روا. الآخرين ما عادوش يساعدوني هاني بدلت المرايات. اسمع سي نوفل المشاهدين والقراء من احسن الملاحظات اللي جاتني قالوا لي نقص الدبلوماسيه في الكلام وانا نسميها اخلاق التعامل معناها انك نرحب بيك ماهيش دبلوماسيه نقول لك مرحبا بيك راك باهي راك ما هو المواطن يحب ان نبداو نتعاركوا ساعات فما مواطنين ما يحبش الناس تضحك اما انا نقول لهم اخلاق التعامل اهم جدا انك ترحب بضيفك انا نرحب بيكم الزوز سيد احمد وسي صالح هاي اخلاق التعامل انا ما نتعاركش ما عمري ما عملت تعارك نحب نسالك بعض الاسئله اللي يطرحوهم عليك جماعه الرياضه عنا تفضل معناها هما اللي حطوني في الاطار تفضل خاصة ان كنت لعبت في الان بي اي لكن يلوموا عليك انك ما لمعتش صورة تونس كما عملت انس جابر واسامة الملولي قالوا لك انت ما لمعتش صورة تونس كما لمعت انس جابر واسامة الملولي صورة تونس في المحافل الدولية كيفاش يلمع فصل اللي انا سؤالك ما فهمتوش يتكلم ديما باسم تونس يهز دربه تونس في كل المقابلات في كل الواحد يحكي على تونس يحكي على جمال تونس خاطر هو مش يلعب في في روجيل تونس وهز كوب دافريك هي هو في في, في, في الان بي اي قال لك حقه سي صالح حكى برشا على تونس دافع على تونس حسسهم الغاديكا في امريكا ان تونس تستحق المساعدات شوف انت انس جابر تحكي تمشي ساسي بسم الله مسالش هذا التليفون خلينا نوريه مسالش باهي لا غلطه الحكايه هذه غلطه معناها ما صارتش عليه انت مارك كيوبن اشهر العباد الموجودين في العالم يجيك في عيد استقلال تونس يتمنى عيد سعيد لتونس مش شوف راهو الموضوع اللي حكيته باهي مي راهو احنا مش باش جاوب بالحق صالح جاوب بالناس اللي يقولوا هكا والله بالحق شوف واضح مش باش نخرج انا مش باش نخرج انا تونس انا السي في لعبت ذا تينيزيان تاور هكا هو شحب جي اس بي ان يحكي لك يقول لك ذا تينيزيان تاور ولا فوكس ولا اللي هو مش لازم انا نخرج نتكلم وانا راهو كي تجيني الفرصه راني نتكلم على تونس سي با فري انت لعبت مع لاعبين كبار في في امريكا يتكلموا باسم امريكا يحكيوا على امريكا على جمال امريكا اكيد راهو في عيد الاستقلال هبط فيديو على تونس هاني قلت لك راهو حكيت على تونس هبط فيديو اصحاب لتونس وثم اسامي كبار جاوا لتونس يزوروا فيا ايوه ما نعرفش شنو الطريقه بالضبط اللي تحبني انا نعمل بها هذه مي الطريقه اللي شفتها انا توري وجه باهي لتونس توري وجه باهي لتونس انك تكون بروفيسيونيل توري وجه باهي لتونس انك تلعب بكدا
اوتوماتيكمون انت تو انا قلت لك راه كي بيجي يخرج مذيع يقول تونس هذه راهي تونس تقع في كذا 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 ما تصورش العباد اللي يحكيوا هذوما تفرجوا في الماتشات الكل. انا اقول لك في العام انا لعبت 4 سنين لعبت 82 ماتش فهمتني يعني في كي انت كي تخرج في ماتش واحد يحكي على تونس المذيع سي ديجا ببليسيتي بلاش فهمت باهي نمشوا للسؤال انا نقول لك انا حاجه نتصور تونس هي اللي مستعمل التنيش باش تعمل تسويلة به لتونس هذا السؤال هذا اللي حبيت نقول انا جو بونس اللي فوالا مهم تعرفش عليه تعرفش تقولك عليه خاطر انا كي نمشي لمصر نمشي لمصر ونمشي للبنان يقولوا لي شخص كان جيت مصري ولا كان جيت لبناني رانا عملنا بيك برشا حاجات فميك نشوفوا مثلا الكلام تراه قولوا انت شوف مصر اش عامله بصلاح عامله البتيت بتيت اكزاكتلي شوف مع صلاح قريب واحد يكح يخرجوا له صلاح وشوف احنا في تونس حطوني في الحبس ما لا جمله ما مبسطها بالحق توجع على شيء اي انت انسان متسامح ما يسالش لا مطران ما سالش انا متسامح انا تعديتها الحكايه ما نحكي لك يعني انت تو لحظه هو من قبيلي متسامح وقاعد يشكر راهو شو اول حاجه تو نقول لك صلاح انا مني ما تقارنيش بصلاح لا انا لا انس لا لا اسامه لا حتى حد صلاح محمد صلاح لا روح يعني احسن جوار في البريمير ليج وكذا عملوا به انت اعمل باللي جاك اعمل بصالح اعمل بالملولي كيف كيف انت في الباسكيت كيما صلاح في الفوت يعيشك ربي يفضلك شنو هو في الباسكيت هكاك الملولي يبحث ويني تيكي نتاع الوحده هذه فساد مالي ما جبتنيش تيكي نتاع الفرشاه تاع سنين كذا اللي شريتها انت عنك صحيح تحكي لي انت تقول لي يا اخي تحبوا تستعملونا وتخلونا او مينيموم خلونا نشرف وجه البلاد ونشرف تونس ونشرف كذا مش تجي تحطني في الحبس والاخر يبحث والاخر كذا يعني انت هذوما احسن ما عندك راه خليني خويا على جنب اسامه ملولي راه تبارك الله وشوف حبيبي الغريبي ما خذتش دعم والاخر صار له دونك ما دخلناش في الحكايه مع الدوله ما هنا اعطيناك شويه مريم تحب تقول حاجه حبيت نقول قبيله اللي انس جبل خدمتها خدموها التوانسه وخدمتها بحق تخدمت ياسر بالفيسبوك وتخدمت ياسر بالعباد باللي بارتاج التوانسه حبوها التوانسه هما اللي خدموها والاعلام تلاها بها اوتوماتيكمون هاكا علاش وتونس ما خدمتوش شنو وقتاش شنو وقتاش؟ بعد ما طلعت بعد ما طلعت اي داكور بعد ما طلعت خليني نحكي لك من الاحسن صحيت فوالا بعد ما طلعت لا ها باش نعطيك كلمه امل 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 صالح ظلمته تونس لا ها باش نعطيك حتى انس جابر انس جابر في العامين الاولانيين اللي بدات طلعت تبكي من تونس نبرنا عليها لين قريب نقتلوها وهز راجلك ودنيا الكلام اللي سمعته من تونس ومن التوانسه ومن الدوله اللي ما عطاتها الشيء شيء بين ظفرين خليها تبكي غير انس جابر قلبها كبير وكي نجحت نسيت الماضي كلامه صحيح اي معاه هنا تي المهم خليك هذيك تونس بدنيتها الكل حبوها ومحلاها بلادنا ما فيهاش اكسبيريونس واضح مازلنا هنا باش نحكيو فاصل ومن بعد صالح احمد نكملوا معاكم في لاباس ونرجع لكم شويه اخرى